النهارده هنعمل الطبق الحلو، واول حاجه هنبدا بيها النهارده العجينه. هجيب كوبايه الا ربع سمنه، نص كوبايه سكر، بيضايه، فانيليا وبيكنج باودر، ودي اللي هنشتغل بيه. وطبعا المفروض يبقى في صينيه مدهونه زيت. اول حاجة هننزل السمنة بتاعتنا وهنضربها كويس. وبعد كده هنحط السكر. وهنضرب دول مع بعض كده لغاية ما نحس ان هما بقوا زي القشطة. طبعا ايه كده لسه السكر لوحده والسمنه لوحدها، نضربهم مع بعض. وصلنا للشكل ده، بقى الشكل كريمي خالص معانا. بعد كده هنحط البيضه بتاعتنا. وبعد كده الفانيليا والبيكنج باودر بتوعنا. نضربهم كويس لغاية ما نلاقيش أي أثر للبيض ولا للبيكنج باودر بتاعه ولا للفانيليا. بعد كده هنحط الدقيق بتاعنا حبه بحبه لغايه ما نحس ان العجينه مسكت معانا وما بتلزقش في الايد. طبعا حطينا حبه ونضربها. وبعد كده هنحط حبه كمان. لغاية ما تبقى متماسكة معانا. خلاص بقى لغاية ما وصلت للشكل ده، بقت قطعة واحدة. هناخدها ونحطها في صينية مدهونة بمادة دهنية سواء زيت أو سمنة ونفردها. وصلنا للشكل ده، العجينة بتاعتنا فردناها وخرمناها بالشوكة طبعا عشان ما تقبش معانا. الصينية دي مقاسها 26، لأن العجينة اللي احنا عملناها الكمية اللي عملناها للمقاس ده. بعد كده هنحطها في الفرن. عايزين درجة حرارة الفرن هيبقى 180، وهنحطها عشان تبقى ايه احمرار خفيف ما تبقاش فترة طويلة. ده شكل الطرد بعد ما طلع من الفرن، وحطينا عليه طبقة بسيطة من المربى عشان تدي سكر للكريمة، لأن الكريمة ما بيبقاش عليها سكر. وده مقدار كيسين من الكريمة ضربناهم، هنذوق بيهم الطرد. وكمان معانا كومبوت خوخ. هنحط الكريمه بتاعتنا وطبعا هننزلها بالتساوي. ده شكلها النهائي بعد ما خلصت، وبالهنا والشفا.